العالمين طيف ورامي في سحل أهو كالورقاء عادت من سفل وأثار الشجوى من حال السلل وحكى وحكى لي إن نور الحق في الناس انتشر في لحاظ الغيب في ضوء القمر في جلال الكون في كل أثر في سماء رفعت غير عمد في نجوم هي لا تحصى عدد بخليل عاش في كل كبد في هناء في ابتلاء وعناء كلها من حكمة الفرد الصمد في جلال ومضار وباء في جمال واحضرار وطفاء وثمار علقت بين الشجر وحكى لي أن قرب الشط قينات غرر ويتناجين ويحصين الأثر كن حور حالمات كالسرر وتحيل الطرف ساه ذاك يخطو في خفر ينشر الطيب ويهدي الزهر وهو يحكي سال دمع العين مني وانهمر قلت ربي أتلك فردوسي أنا أم خيالات وحلمنا فأجاب الصيف يا هذا بلا ما أوغفت حياتي والعمر للهدى للحق للدين داور ولآيات البديع المقتدر ربي قد خلقت العشاء في حسن وزين وجعلت الناس منا جاهلين وافرين ربي واستثنيت قوما عابدين آنسين وسائدين وسائحين قائمين وساجدين وذاكرين رب أرسلت لنا دينا قويا رب أرسلت نبيا قرشيا رب أوحيت السنن رب أنزلت السور السور السور
كثير. أذكر الله كثيرا واذكر اليوم الأخير. يوم لا ينفع مال يوم لا جاه يضيع. يوم لا ينفع مال لا ولا جاه يضيع. يوم لا والد يحنو يوم لا أم تجيب. يوم لا أخت تنادي يوم لا جار يزور. يوم لا هيفاء تبدو بسفور أو فجور. يوم لا فاجر يلهو يوم لا دنيا سرور. يوم هول وجحيم وسعير. يوم كرب وعناء وهجير. يوم لا ظل يظل العالمين غير ظل العرش يدعو المؤمنين. أيها الآثر في عفوته أحال ما يأتي اليقين. ذاك يوم الحق هاتي تعبا. ذاك يوم الحق هاتي تعبا. ذاك يوم الحق هاتي تعبا. ذاك يوم الحق هاتي لا تهون.